النادي الأهلي مارسيل كولر بالفوز في 17 مباراة متتالية والاقتراب من حسم بطولة الدوري المصري ومعادلة رقم الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه، يبدو كده أن في حالة من التوتر وحالة من الإشاعات المغرضة تجاه النادي الأهلي وتجاه مدربه، والتشكيك في القيمة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. لكن مارسيل كولر مدرب كبير ومدرب فاهم وعارف قيمة النادي الأهلي، فأتمنى من الناس المغرضة اللي بتقول إن مارسيل كولر ممكن يمشي في حالة عدم تنفيذ طلباته أو رغباته من صفقات، ده طبعا شيء مش معروف وشيء مش صحيح. لكن في البداية تعالوا كده نتكلم مع بعض على أبرز النقاط اللي الناس اتكلمت فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الفرد الصمد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عشاق كرة وبس في كل مكان، أهلا بكم، يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين. بالطبع يبدو طبعا أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بيعيش حالة من التوتر في اللحظات أو في الفترة الأخيرة طبعا بسبب الصفقات الجديدة اللي كان طالبها وعدم تلبية طلباته داخل النادي الأهلي. وطبعا مارسيل كولر كان طالب لعيبة في بداية الموسم ما جاتش، وكان طالب لعيبة في يناير انتقالات يناير وبرضه ما جاتش، ففي توتر وفي قلق داخل النادي الأهلي بسبب ان مارسيل كولر ممكن يمشي بسبب عدم تنفيذ طلباته والتعاقد مع الصفقات اللي هو عايزها داخل النادي الأهلي. عايز اقول لكم يا جماعة ان النادي الأهلي دايما هو اللي بيصنع النجم، النادي الأهلي دايما هو اللي بيعمل الشهرة وهو اللي بيعمل السي في. ما ننكرش ان مارسيل كولر كان ليه سي في قبل ما يجي النادي الأهلي، ولكن ليس بالسي في القوي، ولكن النادي الأهلي لمع مارسيل كولر واداله قيمة كبيرة جدا بسبب سيستم والسيستم الإدارة اللي للنادي الأهلي بيمشي بيها، وطبعا التعاقد مع لعيبة يعني مهمة جدا في هذا الموسم زي أسامة أبو علي، زي إمام عاشور، زي رضا سليم، زي يعني صفقات مهمة جدا، زي المدافع الأخير اسمه أيمن ده بتاع الدحيل القطري طبعا. فالنادي الأهلي بيعيش حالة من التوتر في هذه الفترة. مارسيل كولر بيعتبر عنصر مهم جدا في النجاحات اللي بيحققها النادي الأهلي الفترات الأخيرة واقترابه من تحطيم الأرقام القياسية سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد القاري. زي ما انتم عارفين لجنة الكرة داخل النادي الأهلي تقوم بتقييم موقفه حاليا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن مصير مارسيل كولر في الأيام المقبلة. يبدو أن النادي الأهلي بيعمل على حسم الصفقات المطلوبة من تجاه مارسيل كولر، ونأمل أن يتم الاحتفاظ بكولر كجزء من الفريق الأحمر. طيب تعالوا نتكلم كده، ما هي الصفقات المطلوبة من قبل مارسيل كولر بناء على طلباته تمام، وبناء يعني على الإفصاح والحاجات اللي اتكلمت عليها في السوشيال ميديا. بناء على ما تم الإفصاح عنه، بيبدو أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي يسعى لتدعيم الفريق بصفقات جديدة، وهذه بعض الصفقات المطروحة، منها الصفقات اللي فشلت ومنها الصفقات اللي جت ومنها الصفقات اللي لسه ما النادي الأهلي ما خلصش معها. رقم واحد، زين الدين بالعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري اللي فشلت معاه المفاوضات رسميا وابتعد كثيرا عن الصورة. ما طبعا الكلام ده غضب مارسيل كولر جدا بسبب بخل إدارة النادي الأهلي، مش عايز أقول بخل، بسبب طبعا عدم توفير السيولة المادية للتعاقد مع زين الدين بالعيد. رقم 2، يوسف أيمن الذي يلعب بين صفوف الدحيل القطري وللنادي الأهلي أعلن رسميا التعاقد معاه لمدة موسم وعلى سبيل الإعارة مع بند
الشراء النهائي في نهاية العام. رقم 3، يحيى عطية الله، الظهير الأيسر السابق لفريق الوداد المغربي. طبعا مارسيل كولر بيطالب وبقوة التعاقد مع يحيى عطية الله لتعويض غياب علي معلول طبعا بعد الإصابة بوتر أكيليس. بندعو الله الشفاء لي والعودة للملاعب بكل سلامة. رقم 4، محمد كانوتي، مهاجم أخمات جروزني الروسي. يبدو الأهلي يعمل جاهدا لتحقيق هذه الصفقات وتعزيز قوته في الموسم المقبل. طيب ايه هي يعني حضرتك شايف ان الصفقات، يعني انت شايف ان الصفقات اللي مارسيل كولر حددها دي هتكون صفقات مجزية للاهلي ومفيدة للنادي الاهلي ولا لا؟ طيب تعال نقول مع بعض. من الصعب جدا تحديد طبعا مدى جدوى هذه الصفقات بدقة، لكن دعونا نلقي نظرة على بعض الامور. زين الدين بالعيد لاعب موهوب جدا واثبت نفسه في الدوري الجزائري، اذا تم التعاقد معه. قد يكون اضافة قوية للنادي الاهلي في خط الدفاع. طيب يوسف ايمن لاعب مصري شاب يلعب في الدوري القطري، قد يكون لديه الامكانيات لتقديم اداء جيد، لكن يحتاج الى فترة الانسجام مع النادي الاهلي. رقم 3، يحيى عطية الله، ظهير ايسر مميز جدا لا يقل اطلاقا عن علي معلول، لاعب مميز في الوداد المغربي، قد يكون تدعيما جيدا للخط الدفاعي. محمد كانوتي مهاجم روسي، قد يكون خيارا جيدا لتعزيز خط الهجوم بجوار وسام ابو علي. بالطبع يعتمد الامور على تكمل هؤلاء اللاعبين مع الفريق الحالي وقدراتهم على التأقلم. يجب ان يتم تقدير الصفقات بناء على الاحتياجات الفعلية للفريق ورؤية المدرب. نأمل أن يكون لديهم تأثير إيجابي على النادي الأهلي في الموسم المقبل. طيب إيه هي الصفقات اللي قام النادي الأهلي بالتعاقد معها حتى الآن؟ طيب تعال نقول لكم إيه هو. النادي الأهلي تعاقد مع يوسف أيمن فقط من ناحية الصفقات. طيب عايز كمان اقول لحضراتكم حاجة. ماذا عن كولر نفسه؟ هل كولر سيلحر؟ ما يرحل يا جماعة، انا عن نفسي مش خايف، عشان بس اقول لكم حاجة. اي مدرب يا جماعة هيجي النادي الاهلي هينجح، اي مدرب هيجي النادي الاهلي هينجح. فلازم جماهير النادي الاهلي ما تقلقش، ولازم السوشيال ميديا كلها تتحرى بدقة في قصة رحيل مارسيل كولر، لان طبعا هما مش عارفين يلعبوا النادي الاهلي في الملعب، فبيلعبوه بالاعلام، بيشتتهم تفكير الراجل، بيشتتهم لعيبة النادي الاهلي، بيشتتهم مجلس ادارة النادي الاهلي. الراجل ماشي كويس وماشي بخطة ثابتة، ومجلس ادارة النادي الاهلي بينفذ له طلباته واحدة واحدة. تعاقد مع يوسف ايمن، ثم يحيى عطية الله خلاص يعني في الرتوش الاخيرة، ثم محمد علي بن رمضان ايضا النادي الاهلي في الرتوش الاخير. الاهلي يا جماعه مش هيبخل، الاهلي مش هيبخل، لان النادي الاهلي داخل على بطولات جامده جدا، خصوصا بطوله كاس العالم للانديه. فلازم النادي الاهلي مش هيبخل. عشان كده بقول لكل الناس تحروا بدقه قبل اي معلومه، لان ده طبعا بيؤثر على الفريق بالسلب. قول لنا من وجهه نظرك، هل رحيل مارسيل كولر هيكون مؤثر على النادي الاهلي ولا لا؟ هل النادي الاهلي هيتم التعاقد مع يحيى عطية الله ومحمد علي بن رمضان، ولا هتفشل الصفقات زي ما فشلت صفقة زين الدين بالعيد؟ ده اللي انا عايز اعرفه من حضرتك في التعليقات. بشكرك انك استكملت معايا الحلقة للنهاية، وفضلا وليس امرا ياريت تدعمنا بلايك وشير للفيديو علشان نوصل الحلقة دي لكل الناس. بشكرك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.